ورفض الموضوع ان اخوان التيسر رجال عدم عشران او جاء غير من الصالحين ما بيجوز ابدا. ولا شك ان جاء النبي عليه السلام اعظم جاء النبي عليه السلام اعظم جاء من الله سبحانه وتعالى واعظم من جاء جميع الخلائق من الملائكه والمرسلين. لكن كونه تدعو رجال الرسول عليه السلام ما بيجوز لانه ما بينفع عمل غيره. ما بينفع انت كمسلم كمؤمن ما بينفع عمل غيره. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما ينفع عمل غيرك. والنبي عليه السلام قال لي فاطمة بنته مثل النبي عليه السلام قال يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أو يا فاطمة سليمي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكذلك عمه العباس وعمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عن الجميع. ذي كل من النبي عليه السلام ما يغني عنهم ما بيغني عنك بعدين بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا عملك الصالح. وده كل المسلمين دول داري في نهاية يرمون الدعاء غير الله سبحانه وتعالى. بيقول لك شوف هذه ليه؟ عشان الذين تدعو الشيخ وتدعو الميت ويدعو ربنا سبحانه وتعالى. ليس الكلام ده؟ عشان تمشي تنادي الشيخ تقول يا شيخنا فرحتنا ويا شيخنا تدينا الجنة ويا شيخنا أنا عندي مصيبة. ده خلاصة ما يريدون. دي الحاجة دايما اسمها يعني يستدلوا ويلبسوا ليك ويجيبوا لك الشبه والاباطيل ويجلبوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان يوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمشرك يا اخوانا ما عنده دليل ولا عنده برهان على شركه ابدا ابدا. زي ما قال الله سبحانه وتعالى لا عنده حجه ولا عنده دليل على كلامنا مهما عمل الى يوم القيامه مهما جاب ما تلقى عنده برهان. لانه ربنا لكن ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. يعني شو الكلام ده؟ يعني ما عنده دليل ولا عنده حجه على الدعاء ده لأن الله سبحانه وتعالى ما عنده لا برهان له به. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفهم التاجرون. دعاء غير ربنا سبحانه وتعالى ما تجوز أبدا. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا رسول الله وقلت يا رسول الله والنبي عليه السلام أعظم الخلائق. ربنا سبحانه وتعالى ما بيقدر منا ما بيقدر منا. يا نبي الله نوح يا الملك جبريل يا الملائكة كلهم ما بيجيبوك ولا بيسمعوك وهؤلاء صالحون لا شك في ذلك. أنت كلام ده فما بالك بمن هم ادنى من اولئك. تمشي لناس ميتين وناس صالحين ذاته ما صالحين ناس ما صالحين ناس عذبوا الناس للقبور. انت وقعوهم بالشرك وقعوهم بالضلال وانت صالحين تتوسطوهم بجاههم لربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما بيقبل منك لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ذي غافلين عن دعائك ما بيسمعوك ولا بيستجيبوا لك. ربنا قال بعدين يوم القيامة وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء. الناس تعيطوا بهم يا ربكم ويا صالحين ويا قرعي ويا شيخنا دي كلهم ما بيسمعوا ولا بيجيبوا. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لتحدي ذاته ربنا سبحانه وتعالى. القرآن عظيم لمن عقله وتفهمه. ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده بعدين يتبرأ منك يوم القيامة. ربنا قال يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اتبرأ منك بعدين يوم القيامة وتشيل شيرتك. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ربنا قال قالت ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما في أمة خاشة بتجي الجميع هذا وتلعنها وتلعنها الليلة بتدافع عنهم والسادة السادة أنا عبد الليل النادى وشايل عقالك وتجي كارك في دعاء التوحيد عرفت؟ هذول اتكلم في الناس ذيل في الميتين وفي القرن يجي إيه كوري وليس ما نتكلم في الاولياء وما نتكلم في الصالحين. شوف بعدين الوقت كيف ربنا قال كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها قالت اولئك لاخوانهم ربنا هؤلاء الذين اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. قالوا لنا لك كلمه ثاني. ربنا قال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وربنا قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا. هنا الجماعه اللي عاملينهم سادات وعاملينهم اولياء مع ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ دل بعدين شفت يلعنون وبعدين يتبروا منهم
وين بيكونوا لهم اعداء ويلعنون في الناس. ربنا قال قالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب. اديهم ضعفين من العذاب ليه؟ لانه حاسب الوضع الوضع فيها. اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لسه الكلام ده. فهنا خلاصه الموضوع يا اخواننا ان التوسل بجاه الاولياء والصالحين ما بجوز. تتوسل لربنا سبحانه وتعالى بعملك الصالح او باسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى او بدعاء الرجل الصالح الحي القادم. هذا واكتفي بهذا القدر واقدم الحديث من بعد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.